ترتفع حدة التصريحات الروسية وتبدو بعيدة عن الألفاظ الدبلوماسية تجاه نية الاتحاد الأوروبي مصادرة الأصول الروسية المجمدة دعما لأوكرانيا. والخارجية الروسية تصف الخطوة بالسرقة وحذرت من أن رد موسكو سيكون قاسيا للغاية. في الواقع الحيارات الروسية محدودة جدا، لأن روسيا والغرب على مدى عقود تعاونا بشكل وطيد، وهذا خلق حالة من التبعية المتبادلة، فأصبحت أصول روسية بقيمة مئات مليارات الدولارات المدرجة بالدولار واليورو مودعة لدى الغرب. ثم عندما بدأت الخلافات تتصاعد وبدأت العملية العسكرية في أوكرانيا، فعليا أصبحت هذه الأصول رهينة، فكيف تفرج عن رهينة من دون لجوء إلى إجراء قاسي؟ مصادرة حوالي 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة يعني أكثر من مجموع المبالغ التي تم تمويل كييف بها منذ بداية الأزمة. لكن الكرملين صرح سابقا أن روسيا تمتلك المبلغ نفسه من الأصول الغربية على أراضيها، أي أنه لوح بالرد المماثل في حال اتخذ الغرب هذه الخطوة. نظريا يمكن لروسيا الرد بالمثل بالمعنى الحرفي للكلمة، والاستحواذ ووضع اليد على كافة الأصول الغربية على الأراضي الروسية، لكن في الوقت نفسه هذه ليست الأولوية لروسيا اليوم. فعلى مدى العامين الماضيين لاحظنا أن روسيا تسمح بالخروج الآمن للاستثمارات الغربية من السوق الروسية، حيث يتم شراء هذه الأصول من قبل رجال أعمال روس. روسيا التي تنوع علاقاتها الخارجية وتدفع بالتعاون مع الدول الأسيوية مثل الصين والهند والدول العربية والأفريقية، تسعى للظهور في عيون العالم كدولة تضمن الاستثمارات وتضمن حصاناتها من أي ملاحقات سياسية. يأتي هذا التطور مع تبني الاتحاد الأوروبي لائحة جديدة تقضي بفصل الأرباح الناتجة عن الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي بهدف استخدامها لإعادة أعمار أوكرانيا. ولاقى القرار ترحيبا من كييف بقول وزير خارجيتها: على المعتدي أن يدفع. مصادرة الأصول الروسية تدخل ضمن نطاق الحرب الاقتصادية، لكن يبدو أن موسكو درست جميع تحركات الغرب قبل تنفيذ دخولها لأوكرانيا، مما يجعل كفة الميزان تقف في المنتصف دون أن ترجح لصالح أحد. مرام حمصي، اليوم، موسكو.